يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، يا نبي سلام عليك. ربنا على تقدرا يا إمام الأنبياء، أنت في الوطن حي، أنت في العينين ضي، أنت عند الحوض ني، أنت هادي وصفي، يا حبيبي يا محمد، سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. ينتوي بحب قلبي حب خير رسل ربي، من به أمصرت دربي، يا شفيع يا رسول الله، أيها المطار فينا يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، سلام عليك، صلوات الله عليك، نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات
الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا أدحى الإسلام لنا دينا وجميع لنا وطنا أدحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا أعددنا الروح له سكنا الدين لنا والحق لنا والعدل خير البريه.
خاتم من حاز كل كمالي بدا يعبر عن علاك مقالي يا بدرة من حاز كل كمالي بدا يعبر عن علاك مقالي يا بدرة من حاز كل كمالي حب النبي على الإنسان مفترض وحب أصحابه وحب أصحابه نور ببرهان من كان يعلم أن الله خالقه لا يرمين أبا بكر ببهتان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah.
Hadratal Mukarramin, Ma'asyiral Ulama il Muhtaramin, para alim ulama, para kiai, khususnya Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Hisham Syafaat, Sarjana Sosial Islam Magister Hukum, yang kami hormati Habib Umar Al-Mutahhar dari Semarang, yang terhormat Bapak Bupati Banyuwangi beserta Forum Pimpinan Daerah Kabupaten Banyuwangi, yang kami hormati Bapak Menteri Sosial Republik Indonesia Bapak Dr. Haji Salim Segaf Al-Jufri, hadirin hadirat alumni wali santri Yayasan Pondok Pesantren Darussalam yang berbahagia. Prosesi acara pengajian dalam rangka haul almarhum al-maghfurlah Hadratus Syekh Kiai Haji Mukhtar Syafaat Abdul Ghafur, haul almarhumah Nyai Hajah Siti Maryam Syafaat, dan haul almarhumah Nyai Hajah Siti Musyarofah Syafaat, kita mulai dengan bacaan suratul Fatihah yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhaimin. Diaturkan. لرضي الله تعالى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة بالقبول وتمام كل سؤل ومأمول وكل مؤذي يزول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولأولادنا ووالدنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق السيد ولد عدنان ولكل نية صالحة جامعة شاملة لخيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن والاهم ثم إلى جميع الراحمين من أسس وعمر هذا المعهد سابقا وحاضرا ولاحقا ونخص بالذكر المرحومين كي حجي مختار شفاعات وابنيي حجه مريم وابنيي حجه مشرفه وسلم فروعهم ان الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنه ويعيد علينا بركاتهم واسرارهم وانوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والاخره والى حضره النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم الفاتحه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلى الله على محمد. Bapak Ibu hadirin, kita dengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an oleh Ustaz Asrofi Usman, Pegayaman Sukasada Buleleng Bali, yang saat ini sedang berdakwah di Jakarta. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
نحن أولياء نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإن إنه هو السميع العليم ومن
خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. بسم الله لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin, perlu diketahui bahwa Ustadz Asyrofi Usman ini adalah alumni Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung Banyuwangi tahun 2004 yang saat ini sedang berdakwah di daerah Ceger, Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Marilah kita ikuti pembacaan tahlil dan kalimah thayyibah yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Habib Abdurrahman Ba'bud. Diaturkan. Al-Fatihah wa Yasin wa tahlil nuhdila ruhabibina wa syafi'ina wa jaddina wa wasilatina lasina rasulullah sayyidina Muhammad bin Abdullah أزواج رسول الله ذريات رسول الله أهل البيت رسول الله أصحاب رسول الله مجاهدين في سبيل الله مهاجرين مع رسول الله والشهداء والصالحين والقراء والمحدثين والفقهاء والعلماء العاملين وجميع ساداتنا الألويين وجميع الكيين والكيات وجميع النحديين والنحديات وجميع والدينا وذيكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة خصوصا من اتبعنا هنا بسببهم أستاذنا ومربي روحنا الولي الله كحاج محتر شبعت عبد الغفور والمرحومة
Nyai Hajah Siti Maryam Syafaat almarhumah Nyai Hajah Siti Musharrafah wa usulihim wa furuhim an Allah tughashahum bi rahmal maghfirah wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim wa asrarihim wa karamatihim fi الدين والدنيا الآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس العناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما هو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك
ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأطعنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. مولانا يا مولانا يا سامي دعانا، برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمك مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نفسك كما أستيت نفسك، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد رضاه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها، وأنت خير الوارثين. اللهم اجعل واوصل وتقبل وبلغ ما قرأنا من القرآن العظيم، وما قلنا من قول لا إله إلا الله، وما سمى سبحان الله بحمده، وما استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، وما قلنا يا الله يا الله، وما صلينا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك، هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة ودعوة مستجابة. نقدم ذلك نحن إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة وواصلة سيدنا رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم لرواية آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلام على المجمعين، ثم لروح حبابة خديجة الكبرى وحبابة عشية الرضا وجميع أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لحبابة فاطمة الزهراء وحبيب حسن حسين والخلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى، ثم لروح حبيبين علي زين العابدين وحبيب البكر جابر صادق علي ورايدي محمد تقي سن نقيب أي حمد المهاجر أي محمد ملا الدويلة والمقدم الثاني حبيب الرحمن بن محمد السقاف والحبيب أبو بكر سكران حبيب علي بن أبو سكران حبيب أحمد بن أبو سكران ثم الشيخ الكبير وكتب الشاعر شعب بكر بن سالم عمر محضار فقير مقدم محمد بن علي علوي وأما الفقير مقدم محمد بن علي أي عبد الله بن علوي بن محمد الحداد صاحب الرادب الحبيب بكر بن عبد الله الدوس الأذني أي أبو عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن الله بارك ثم سلطان الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام شيخ عمر بن محرمة والإمام نواوي والإمام قسطلاني والإمام محمد بكر بن مساري مالك حنبي حنبلي شافي ثم إلى حبيب علي بن محمد بن حسين العسير بن علي بن عبد أستاذنا عمر بن حنا محمد بن حسين بن علي بن عبد حبيب أحمد بن عقل بن عبد حبيب زينب بنت حمد بن عبد وجميع الكيين والكيات وجميع النحديين والنحديات وجميع ولي صومه في جوا من دون مساف العالم وجميع أسلافنا والسعداء والصالحين والقراء والمحدثين والفقهاء والعلماء العاملين وجميع حفاظ القرآن العظيم والعليا الصالحين من مشارق الأرض ومغاربها من برها وبحرها وجوا جميع أمواتنا وأمواتكم وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمات ووالدينا وأهليكم ثم إلى ربنا وأنا هنا بسببهم أستاذنا ومربي روحنا كي ولي الله كي حاجي مهتر شفاعت عبد الغفور المرحومة ناي حاجة سيتي مريم شفاعت المرحومة ناي حاجة سيتي مصرفة وأصولهم وأفرهم
اللهم اجعلهم نورا فداء اللهم اجعلهم رحمة رضوان عليهم اللهم اجعلهم فداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار وعتقا لهم من النار وسترا لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعفنهم وادخلهم جنة من عذاب القبر وفتنتهم ومن عذاب النار اللهم اجعل قبرهم راسا من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفار النيران اللهم إن كانوا مسيئين فزد سيئاتهم وإن كانوا مسيئين فزد بإحسانهم اللهم نجهم من الخطايا كما نقص الصبر العبد من الدنس اللهم ارحمهم بالقرآن العظيم رحمة واسعة واغفر لهم مغفرة جامعة يا مالك الدنيا والآخرة يا رب العالمين اللهم أنزل في قبره الرحمة والضياء والنور بهجة وروح وريحان والسرور من يوم حال البس ونشور إنك ملك رب غفور اللهم اجعل القرآن العظيم في قبره منيسا وفي القيامة شفيعا وفي الحشر ديانا ودلا ودليلا وفي الميزان راجها والأسراد نورا وقائدا والنار ستر وفي الجنة رفيقا فلهم جنة أن الله يتغشاهم برحمة المغفرة فلهم جنة جنة النعيم العليين المقربين محبك العمين الذي ينتهي النبيين والصديقين والصحداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله كفى بالله عليما إن الذين قالوا رضوا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا تعدون إن الذين قالوا رب الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون والدينا وأزواجكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المؤمنات والمسلمات في جميع الجهات ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم حيينا على الإسلام والسنة اللهم حينا على الإسلام والسنة اللهم حينا على الإسلام والسنة وإذا توفيتنا فتوفنا على الإيمان واختم عملنا بالحسنى يا خير المستودع يا رب يا كريم يا رحمن يا رحيم برحمتك الواسعة برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم بفضله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله بالعالمين بالقبول والرضا بالإجابة وإلى حضرة الرسول محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.